وبعدها بعد ما تصير كل الأزمة، بعد ما يطلع الرجال خاين، بعد ما يطلع زميل العمل مش متعاون، الطفل اللي جواتك الصغير يقعد ينوح ويصيح، يدخل حالة دراما ويعني منهار، يمر بحالة صدمة. تخيل معي طفل تقول له هذا أمك أو هذا أبوك، بعدين أبوه وأمه يضربه ولا يهينه ولا يسوي له ضربة قاسية. فيجي الآن الوعي، الشخص الكبير هذا الواعي يقول تعال تعال تعال، هذا مو أبوك، هذا مو أبوك، الآن اكتشفت الموضوع، هذا مو أبوك، تعال تعال اطلع اطلع من الموضوع، اطلع اطلع اطلع. الوعي شو يبدأ يقول؟ يقول ايه هذا لهم الناس خونة، ايه هذا لهم الناس، للأسف أنا عطيت بس للأسف الناس ما يستحقون. هذا الواعي الحين يطبطب على نفسه يقول أنت شخص جيد، والله شخص جيد، تذكر يوم أنك عطيتهم حب؟ تذكر يوم أنك عطيتهم فلوس؟ تذكر يوم أنك ساعدتهم؟ أنت شخص جيد، بس هم شريرين، هم كلهم شريرين، خلاص خلاص هذول كلهم شريرين، ما خونة، نصابين، كذابين، ما ينفعون. طبعا ولا واحدة من القرارات، ولا واحدة من القرارات انه الوعي الشخص البالغ يقول انا راح اكون الماما والبابا لهذا الطفل، ولا واحدة، ولا خيار. في الغالب الناس يتورط بهذه الاشكال، يظل هذا الطفل اللي جواتك مدام هو عنده هذه الاحتياجات الغير ملبات، ومدام هو ينتظر هذه التلبية من الخارج، راح تتورط، راح تتورط. يعني ما ندري وش النقطة اللي الطفل الداخلي يحتاجها في هالحالة مثلا، ما نعرف. وبكذا احنا اصلا نتورط في علاقاتنا في مرات كثيرة من الطرف الاخر، لانه احنا متورطين بهذا الطفل الداخلي اللي قدامنا. يعني انت شخص بالغ وواعي وانت الماما والبابا لطفلك الداخلي، بعدين يعني انت شايل نفسك على قولتهم، انت الماما والبابا لطفلك الداخلي، بعدين يجيك شخص طفل الداخلي يعني يبغاك تشيل الطفل الداخلي حقه، يبغاك تحبه، تهتم فيه، ترعى، تجيب له فلوس، تطبطب عليه، كل شيء كل شيء، يبغاك تسوي الطفل الداخلي كل شيء. يعني هنا أزمة من الطرف الآخر. لكن أقدر أقول إنه الشخص الناجح في علاقاته بدون أدنى شك هو الماما والبابا الطفل الداخلي.